السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. إذا بعد ما كملنا الفراجمنت شات ننتقل لمن للمرحلة الأخرى اللي هي layout message. layout message شو الأشياء اللي أنا أحتاجها في البداية؟ الأندرويد أوكي، هذا vertical ححولها إلى horizontal، that's it. وحاطي له أندرويد padding، البادding للtop حاملوا مثلا 8 دي بي، جميل. بالحالة لينير لاي اوت ابقيها لينير لاي اوت، ما عندي مشكلة. هون حامل الايميج، ايميج فيو احتاج في حتى عرض الصورة، حتكون راب كونتين، راب كونتين تحتويها فقط، ما احتاج ان يكون فول. ايضا حاطي له اي دي، هذا الاي دي حيكون image. ايضا هحتاج لانه اعمل text view، هذا text view فلتكن ايضا wrap contain، wrap contain حيعرض عندنا التكست. android id، هذا ال id حيكون مسج. هنشوف استطيع انه اعمل الستايل من هون. الستايل تكست appearance، هاخذ هذا تكست appearance، appearance medium. هذا بالنسبة للستايل، هختار اندرويد text color فلتكن اندرويد color primary. شو بعد؟ padding لل left اعطينا فوق 8، اذا 8 دي بي. android padding لل right 8 دي بي. android single line true، هذا الاشياء احتاجها. enter design هذا الايمج فيو، هذا التكست فيو اوكي، هذا الفراجمنت، هذا عندنا الواجهه الاساسيه ريسايكل. زين اوكي 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 اوكي. بهيك حالة يكون عندنا الواجهات اكتملت هون، لأنه احنا ما عندنا شيء في اللاي اوت، ما عندي شيء اضيفه. راب كونتين لان هي بسيطة، الاي دي مسج ما اعطينا له اي دي. اوه هذا ماكس، لا احنا اعطينا له اي دي حياته. اندرويد اي دي وستايل ايضا، وكمان كله تمام. هاي بالنسبة للايمج فيو والتكست
linear layout ما في عندنا مشكلة. fragment chart أيضا ما عندنا مشكلة. مراجعة سريعة مراجعة سريعة للfragment chart. okay android layout with height vertical okay linear layout ما تصور عندي مشكلة صور كله تمام it's okay. فإذا في هذه الحالة احنا كملنا الـ activities. بعد ما كملنا الـ XML عفوا كملنا الـ XML إذا ننتقل للمرحلة الممتعة اللي هي الـ classes 5 minutes. في الـ classes أول شيء أنا ممكن أعمله هي الـ chat fragment المسج. اوكي اول شيء خلونا نشتغل في المسج. المسج شو الاشياء اللي انا احتاجها؟ احتاج اعرف مجموعة اشياء. public static تكون ثابتة, final نهائية, لinit type message حاطي لها initial 0, public مرة أخرى, static مرة أخرى, final مرة أخرى, أيضا init لل type هعمل log وأعطي لها 1 فارز منقطة, أيضا public static final init type action حتكون 2. بعد ذلك حعمل private init m type للtyping, private string لل message. هحتاج ايضا للصورة private bitmap. اوكي هو اوتوماتيكيا حيعمل import لها. هذه الاشياء احتاجها. بعد ذلك اعمل enter. هحتاج الى ال constructor generate constructor. هذا الكونستركتور فارغ ما في اي شيء. constructor للمسج time يساعدنا. constructor للمسج احتاج الى ال right click generate getter message. اوكي لل m type خلينا نعمل getter لل m type وليس get m type. لا عفوا ما نعمل getter لحظة. خلينا نوقف هنا ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.